من شوي مو من شوي من شي ساعة خلصت بس التيك توك. شكرا كتير لكم، شكرا كمان طلعنا التوب 1 اليوم. بس انا خلصت بس التيك توك، جيت اتصفح الانستغرام فبتفاجأ عم بيجيني تاجات كتير ورسائل على انت طيرت وانت سرقت وما بعرف ايش يا جماعة. وايمت لايمت القصص لايمت، اقسم بالله ملل وقرف صار الوضع، ملل وقرف كتير لدرجة كبيرة يا اخي. انا اليوم جايني ضيوف وفرحان وفاتح بس ولا في شي، فجأة بفوت صاير كده القصص. طب أنا بتفاجأ، طب يلا تعبى. لا نور أنت سويت لأيمت تقولوا نور، لأيمت نور، لأيمت كل شي نور. وبعدين مع القصة واحد بسكوت بسكوت بسكوت. بتفاجأ عم بيجيني تاجات كتير ورسائل على أنت طيرت وأنت سرقت وما بعرف إيش يا جماعة. وإيمت لأيمت القصص لأيمت، أقسم بالله ملل وقرف صار الوضع، ملل وقرف كتير لدرجة كبيرة يا أخي. أنا اليوم جايني ضيوف وفرحان وفاتح بس ولا في شي، فجأة بفوت صاير كده القصص. طب أنا بتفاجأ، طب يلا تعبى. لا نور أنت سويت لأيمت تقولوا نور، لأيمت نور، لأيمت كل شي نور. وبعدين مع القصة واحد بسكوت بسكوت بسكوت. بس آخر شي دي انفجر يا أخي، خلاص خلاص. وبعدين بكرة رح أفتح لكم بس، طالما هيك صارت القصة بكرة رح أفتح لكم بس على حساب الانستغرام هذا ورح أحكي كل شي بالتفصيل. وخلص بقى مليت من القصص، بكرة إن شاء الله بخبركم أي ساعة. أنا مشتي الله بالستوري أحكي كل شي وأخلص، بس خلص بكرة رح أفتح بس وتشوفوها هيك مباشرا. لك يا أخي سافرت لآخر الدنيا لحتى بعد من وجع الرأس برجع وبالحاول القصة. وبعدين مع القصة بكرة بالبس رح تفهموا كل شيء وخلص بكرة. تقولي لا تنزعجوا كذا يا جماعة، والله مالي مزعوج، بالعكس أنا هلا رأي أنام بكير عشان أفيق بكير، لأنه أنا تعودت أنام بكير وهلا كتير نعسان وفرطان طلع عيني ما تفتح. أنا مالي مزعوج، بس أنا زعجني إنه كل شيء نور. خلص أنا جد بكرة بدي أفتح بس وأنهي القصة كلها. لا يا جماعة الخير، أنا وحبيبتي الهولندية افترقنا، تركنا بعض، يعني علاقتنا طولت نهار واحد بس هيك تعرفنا على بعض دوبنا، بس شفنا إنه كل واحد عليته شكل، بس ما هيك لساتها في قلبي يعني ما بقدر أنساها. طب وقتها ساعتها كمان ما كان جايين النوم، بس انا نزلت للبوكس او الناس بعدها ونمت. خلاص بقى انت لولو 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 طلعي هون لولو.